حكم الصلاة، حكم الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء. الصلوات الخمس فرض عين على كل مكلف، كل مكلف وهو الحر البالغ العاقل صحيح الجسد. الحر أي ليس بعبد، العاقل أي ليس به علة تذهب عقله، أو ليس قد يكون مجنونا يفيق أحيانا ثم يجن أحيانا، في حال أن يكون في حال الإفاقة عليه التكاليف الشرعية، وإذا ذهب عقله تسقط عنه التكاليف الشرعية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ونعلمها جميعا: البالغ الحر البالغ العاقل صحيح الجسد، أي ليست به علة جسدية تسقط عنه التكاليف الشرعية. حكم الصلوات الخمس فرض عين على كل مكلف. حكم جاحد الصلاة، نسأل إنسان ونقول له هل تصلي؟ يقول لا أصلي. نسأله سؤالا آخر، لماذا لا تصلي؟ إن قال لا أصلي لأنني لا أعترف بالصلاة وأنكر فرضيتها وليس هناك شيء في الإسلام يسمى بالصلاة، فهذا والعياذ بالله هو الجاحد، جاحد فرضية الصلاة كافر، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. وأما إذا قال أنا لا أصلي لأنني أكون ناسيا أو يتركها عامدا، لأنه يقول أنا لا أصلي أعترف بالصلاة، نعم فرض الله الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم هناك صلاة لكني لا أصلي، ربما أكون متعمدا والعياذ بالله، وهذا له حكم. أو أنني لا أصلي لأنني أكون ناسيا أو ساهيا، إذا قال ذلك أنه ناسيا أو ساهيا فنقول له فإن الصلاة يكون وقتها وتكون واجبة عليك متى ذكرتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا حديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما إذا تركها عامدا متعمدا مع الاعتراف بفرضيتها وشرعيتها، فإنه يعذر على ذلك إما بالحبس، إما بالحبس أو بالضرب حتى يصلي، يقام عليه حكما شرعيا يعذره القاضي أو للقاضي السلطة أن يصدر عليه من الأحكام ما يكون كافيا لأداء الصلاة. أحكم هذا الأخير الذي ترك الصلاة عامدا متعمدا مع اعترافه بشرعيتها وبفرضيتها، هل يكون كجاحد الصلاة ومنكرها؟ السادة الحنفية يقولون تارك الصلاة عامدا لا يحكم بكفره ولا يكون كافرا، عند الحنفية تارك الصلاة عامدا لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره لا يكون كافرا،
لا يكون كافرا، لا يكون كافرا ثلاث مرات للتأكيد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه ثلاث مرات ليؤكد ويوضح لصحابته صلى الله عليه وسلم. أدى ذلك قول الحق جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن الأدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الأحناف ما أخرجه أبو داود في سننه: باب في من لم يوتر. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة ابن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد، أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كلام صريح منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى تأويل. ومن الأدلة على هذا الكلام كلام الحنفية، ومن الأدلة على ذلك أيضا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن ومسلم، حديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. هذا هو حكم الصلاة، من تركها جاحدا، ومن تركها عامدا، ومن تركها ناسيا ساهيا مخطئا.